احتفلت مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر من كل عام ضمن مبادرة اتكلم حنسمعك. وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن الخدمات التي تقدمها لذوي الهمم، خاصة من ذوي الإعاقة السمعية، وهي خدمات تتعلق بجلسات إرشاد أسري ودعم نفسي وندوات دينية وتوعوية وعروض مسرحية وأنشطة فنية ومعرض لمشغولات الصم اليدوية، فضلا عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة واستقبال حالات المساعدة، كما أن هذه الخدمات جميعها تكون بلغة الإشارة. احنا هنا بنعمل بمناسبة طبعا اليوم العالمي للغة الإشارة، عاملين مبادرة باسم اتكلم هنسمعك. المبادرة دي شغالة بقالها فترة، والنهاردة احنا موجودين لذوي الإعاقة السمعية، بنقول لهم انتوا دي مش إعاقة، احنا قادرون باختلاف كلنا. هم موجودين معانا هنا، بنقدم فيها خدمات طبية زي الرمد والأطفال والبطنة وعديد من التخصصات الطبية. كمان بنقدم مسرح فيه أنشطة ترفيهية، وبنقدم ندوات توعوية. احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة، عندنا حدث معمول في النادي الاجتماعي في استاد المنصورة، بنحتفل بذوي الاحتياجات. عندنا عدد الحضور حوالي 1500-2000 طفل وشاب، في فقرات فنية هتتقدم للأطفال، وعندنا رسم وتلوين على الوشوش، وعندنا قافلة طبية متكاملة هتقدم خدمات، وهنقدر نتابع كمان مع اللي محتاج أي متابعة بعد كده في مستشفيات الجامعة ومستشفيات الصحة. عندنا كمان معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الخاصة بذوي الاحتياجات، إن شاء الله يبقى إيفنت دمه خفيف على ذوي الاحتياجات. النهاردة مؤسسة حياة كريمة منظمة إيفنت للحالات اللي هي ذوي الهمم، في انشطه كتير بنقدمها لهم النهارده زي معرض المشغولات اليدويه، بيجي يقعدوا في مشغولاتهم. عاملين النهارده عرض مسرحي، عاملين حفل غنائي، عاملين حاجات انشطه كتير، ان احنا يوم النهارده يكون بالنسبه لهم مبسط.